صباح الخير ام شعبان. صباح الخيرات. بدك مساعدة؟ ما بدي شيء، يتيسر على شغلك. شو شايفك زعلانة كتير على غير عوايدك ام شعبان؟ ما لي زعلانة ولا لي مضروبة على قلبي. هلا بدك تعلمين عليك، صار لي مستأجر عندك سنتين، يعني إذا رفيتي بعينك بعرف شو وجعك. ولهلا ما حلك تعرف شو وجعي حسان أفندي؟ خير؟ في شي حدا زعجي؟ شوف حسان، إذا بدك تضل عم تجدبها ما رح نقدر نتفاهم بنوب، وهذا الشي ما بيخلصني أبداً. أوه علينا، ما قلت لك مهليني يومين؟ لك وأريضة اليومين من 3 أشهر بتقلي مهليني اليومين، لك إيه أريضة ما كانوا يخلصوا اليومين بقى؟ شعبان طولي بالك علي شوي، الوقت صعب وحركة السوق دائرة، بس صدقيني أول قبضة بقبضها راح ناولك أجرة 3 أشهر يلي مضوا وثلاث شهور لقدام كمان. ما بدي لا لقدام ولا لورا، بدي اياك تدفع لي كل شهر بشهره وصلى الله وبارك. هلا ليش هيك بتعملي معي انت؟ في مره تاخرت عليكي غير هالمره؟ مشان هيك انا صابره عليك، واذا صاحبك عسال لا تلحسه كله. ولا يهمه، خلص 3 أيام حقك واصلك. لك هلا كانوا يومين اوام ساويتهم 3 أيام؟ ام شعبان الحياة عسر ويسر، ولك علي ناولك مع القبضة هدية محرزة تليق بمقامك. ايه يمنا من الهدايا هلا، ليش الهدايا؟ لا لي امك ولا لي مرتك، انا حرمة اذا ما استنفعت بإجرة الواط بفتح تمي للهوا. طيب ليش ما بتحطي اخبار عند الدلالة حتى يجيبولك مستأجرين لهالغراض؟ اروع عنا يا نصن حرامية سرسرية، مالك علي يمين تحلفني، بياكلوني ابر وبيرموني عضم. حق معك، على كل وينك رح دور لك على مستأجرين، وإذا اجتمعت لك بمستأجر آدمي رح دلو عليكي. ما بيهمني آدمي نوري أرباطي سرسري، ما بيهمني، أنا بيهمني يدفع لي كل شهر بشهره وتكون إيده سخية. بصير هيك؟ بصير، ليش لحتى ما يصير؟ إيش وأنا رح أتجوزه؟ بعدين أنا سألت عنك وقت جيت تستأجر عندي؟ ما بعرف. لا سألت عنك ولا انضربت على قلبي، حتى شغلك ما بعرفه شو هو. صاي انت شو بتشتغل ولا؟ هلا شو بدك بهالسؤال ام شعبان؟ لانه لاحتك يا لاحت فنانين بالواسطه يا جابي بشي بوسطه. لا ما حذرتي. لكن منين بتطالع مصروفك والزهرمان البخاري اللي بتدوله كل ليله؟ تجاره عامه. ايه تضرب هالتجاره العامه اللي مخليتك تستاجر بالاسطبل تبعي. واحد ربك ام شعبان، شو بدك بهالعي هلا؟ قلتك المهم إذا مضوا 3 أيام وما شريت اللي بكفي 1500 ليرة، ليرة تنطح ليرة، رح أبلغ الشرطة عنك تيجي تندف رقبتك. لا تقول إم شعبان ما حذرتني، أصلاً أنا مأجرتك عندي بدون محضر تعريف بالمخفر. هلا هيك رح نشتغل؟ ليه سيرة البخافر عند الصباح؟ لأنه أصنافكم بعرفها ويا ما مارق على هالراس، ولابس لي بلاكات داب قالوا خواتم داب، طالع لي مثل ابو سعد. ايه خاطرك هلا خاطرك، وينك؟ يا ريتني ما صبحت عليكي. اروح. وينك؟ امر هون. وانت راجع جيب لي كيلو كباب مشوي من مطعم الريان، و5 كيلو باذنجان من سوق الهان من عند عربشة. حاضر. غيره؟ ونقيهم صغار، بدي يقلي لي كم وحده قبل ما ساويهم معود. غيره؟ كتر السكر، هذا المعود بغب قطر كتير. اوف كانت باطله محوله السعر، تاخرنا فيها بالدفع، بلعناها ابره طلعناها مسله. اروح بلا قري، روح عشان الدكر مقطع موصل اكثر مني. قال تجاره عامه، قال تضرب انت والتجاره. كل شو لك مالك شايف صحتك شو عم تدهور لورك المالا؟ صباح الخير مدام. صباح الخيرات. نعم اخي الداعي. طلعت حين فيه
ما بقدر صافحك شنو ايدي اترون فصة. ايه معذورة معذورة تماما مدام. مور اخي. الحقيقة يا مدام انا جاي استأجر عندك اوضة. ومين دلك على قصر يلديز؟ بالصدفة بالصدفة رجلي جرت لي مكان لهالمكان وان شاء الله يعني كل اللي نصيب اسكن بيالخان. كم اوضة بدك انت؟ اوضة واحدة لانه ما بعتقد راسي يدام باوضة وبقية جسمي باوضة تانية. عندك اولاد؟ ما عندي هذا ما عندي بمع راسي انا يعني مثل ما تقولي يعني مقطوع شجرة. احسنين اخي انا عندي اوضة فوق واوضة تحت شو بترغب بقى حضرتك؟ الارخص معلومه الحال دائم شويه يعني ولا صعب معي انا يعني انا بدك يعني انا بلشنا بالموشع. لا مو جد هيك بس يعني انا بتمنى يعني يكون السعر مناسب حتى ابلع ريقي وما شد فيه شد لانه شد. اجرة الاوضه بالشهر 800 ورقه. 800 ليره بالشهر مو كثير هيك مشعبه ودفع شلون؟ سلع كل شهر بشهره بس كثير هيك مشعبه كثير علي انا مو كثير. انت شوف الاوضه بالاول. لا معلش ام شعبان معلش موافق على بياض والمكان هو ايه عجبني اللهم الاعتراض يعني ومسموعيات الحان بالخاره مسموعيات الخان بالحاره يعني شغل اكل ربع تمام يعني كثير ربع يعني. وليش عم تبحلقي فيني كأنك ناوية تكسري لي إياها لعيني؟ لا مو شيتك بس عم أشبه عليك. يا أنا مالي شبيه مشعبان. شو الاسم قلت لي؟ الداعي أبطل طلعت حنفي. مو الاسم الحركي الاسم الحقيقي. شو قصدك يعني؟ أنت إلك أخوات بنات؟ هلا رح تفتحي لي محضر تحية عائلتي؟ أنت مالك أخت اسمها شفيقة؟ أخت ملاء يعني؟ عم بحكي جد أبطلعان شفيقة الناموسة مو أختها؟ شو عرفك؟ لأنه كانت شفيقة مستأجرة عندي من 5 سنين قبل ما تيجي الجنائية وتاخدها بس كانت تشكرني منك كثير والشبه بينك وبينها كثير كبير. ايه فعلا نحن انا واختي توم بس طلعت من الحبس ها طلعت من الحبس ها عفوا من ربع المدة لحسن السلوك آدمية كثير اختي سكرة كثير آدمية. وليش قتلت جوزها لك؟ ما قتلته انت صادقة دفشته من قطار النزهة وهو ماشي وقالوا مات فورا شوفي الناس شوفي بس الحقيقة هو يعني لما سلت من القطار سلت بستان زهر صحيح ضعضع بدنه وتكسر شوي لكن ضل 10 أيام عايش بعد وقعته من القطار بعدين مات موت ربه وقالوا ما أسر الوعاء شوفي الناس شوفي. وين هلا؟ بالانفرادي مسكينة تهمينا لها المشنطة طب محاولة تسميم رفيقتها بالعوش. ما عم تقلي طلعت من الحبس؟ طلعت بس مو كتير لا كم يوم يعني لأنه هي ما لها خلق تعيش بين الناس بيتعبوها شو الحكي وهي عصبية شوية الله يصلحها بس بالحبسة تحسني أخلاقها تماما يعني كأنها مو أختي اللي بعرفها يعني شوف عيني ما عدا لي. شو شوفك فيها أنت التاني؟ مو توقفت سنتين؟ شو بيعرفني؟ توقفت سنتين انا بس شو قضيته انه انا عم بضحك وبلعب ما فرقت معي. ليش توقفت؟ مو دبرولي تهمة انتحار شخصية؟ شو بيعرفني؟ دبرولي تهمة انتحار شخصية عقيد بالجيش بس معلوم دي انتحيل. ليش بقى؟ لانه شخصيتي الحقيقية معدة بتشو الحكي ما عدا بيقبضني انا بس الحكومة قبضتك تمام. اختي الحكومة حبيدة ليش مظلمها حبيدة انا ما بعطوش يعني حبسوني 5 مرات دايت غراو مني قال ليش هواد نتنوني حكم طويل بس ما فرقت معي ليش تفرق معي انا بعدون على فرجنا. كان يبقى لكم اخ اسمه صبحي شو صار فيه الزمان يا ترى؟ هرب لامريكا من زمان هداكي اصلا اذا اجى لهون بدقوا فيه. طوشتني ابو طلعان. ايه مالك حق ام شعبان؟ ليش بعدين؟ قالوا انه اولادك الثلاثة بالاحداث خرجن حرامية سرائين سرسرية لك كم مشوا حالهم للشرطة هيك عينك كنت عينك لك يضرب البغو يضرب. الخلاصة في تخت بالأوضة إذا ما في بدبي حالي
شلون بدك تدبر حالك؟ بتنام على الواقف يعني؟ ستي معود. لا في طمام في تخت رفاس. عظيم جدا. في الحاف يا ترى؟ أمانة إذا ما في ما متعجبي حالي. لا في طمان. عظيم فرش حلو فرش حلو شو حكي الله يهديكي. عرفان لوين جاي أنا يعني. سلقيتيني بالحضن إن شاء الله إن شاء الله سلقاكي يعني إن شاء الله جنة سلقاكي. اسم تعبان اسم كتير. وين يا مهوين؟ مو هاي الأوضة التحتانية؟ بلا. إيه فايت نام شوي لأنه بيني وبينك خايف حدا يلقطني على غفلة وأنا مو شبعان نوم. بنزعج بنزعج وقتها تماما يعني. إيه تعا بيض الفار. إيه عمي وينك؟ رح أعطيكي 200 ليرة مبدئيا. ليش قديش رح تسكن أنت؟ ما بتعرفي مفتوحة بس ليش لحتى أتبحتها؟ ما بتعرفي شو بصير معي. ما بصير إن شاء الله إلا الخير. هات 800 ورقة. ماشي كلامي. هاي 800 ليرة. في حمام؟ في تنكة مي سخنها ودلقها على بدلها. عظيم حاسبي حساب لكل شيء تتهني على الخدمات يعني. في بلوعة صرف مي؟ لا ماني فاتحة بطيخة. لا بخشتيها هيك بشعبال. على كل حال وينك؟ معلشي الأرض بتغبهم مو مشكلة. مبلط الأرض؟ لا. معلش خي مو مشكلة كمان هي. بيومين ثلاثة بتنشف الأوضة. يلا. يلعو قلبك لعيت قلبي. فعلا في رفعة تمام. ليش ما جيت نمت امبارح هون بالبيت؟ غلي قلبي عليك فكرتك مكموش. لا والله كنت عند رفيقي. جبت الكباب. ايه جبته. اكل انت. اكل انا. شو مين في بالاوضه جوا؟ اجرتها اليوم. لمين؟ لرجال مقدر وناس ملاحه كثير واكابر. بقى لا تضوج مثل عادتك، خلي الزلمه ياخذ راحته. لا لا ما راح ضوج ما راح ضوج. صباح خير جار. قول مساء الخير. صباح الخير. اهلين جار. ما في احلى من النوم بالنهار. انا قالب ليلي نهار ونهاري ليلة. نيالك يا عمي انا هلا خلصت شغل. فوت نام جوا عمي فوت نام. حاكم النوم جوا مثل نومة اهل الكلب. يعطيكم العافية. انا معك جار. انت شعبان؟ نعم. بدي غسل وشي وين ببيش؟ ليك قدامك يبسان من الشمس دبر حالك فيه. شو دبر حالي فيه؟ لا يبسان شو بدي فيه انا؟ شو اسمه الشب دخليك هيتو صليب يا؟ شو المعنى؟ شو بدك في هيتو هلا؟ يا ريت كل المستاجرين مثل حكايتو. منظوم؟ منظوم كتير بس دك تقول له علة صغيرة. شو هي بقى؟ معتر واندبوري كل 3-4 أشهر ليدفع لي الإجرة. دخليك شو شغل هذا؟ شو بعرفني؟ قال تجارة عامة. وشلون مسموعياته؟ منظوم لا بيزور لا بينزار. بيروح الصباح بيجيني المساء. عجبني يا شب لطا. نعم. شو قلنا؟ شو قلنا عنه؟ شو قاعد بعده؟ شو قلنا عنه؟ يعني واحد لازم يسأل عن جار قبل الدار. على شو خايف حضرتك؟ مالي خايف أنا بس يعني إن القرين بالمقارن يهتدي. قل لمن تعاشق أقول لك من أنت. المهم هلا تركنت في أوضتك أنت؟ إيه تركنت. فايش تغرابي؟ تركنت تماما. وين إيه؟ بس في إجانا بكرة ليلو عزمه على السهرة عندي أنا. خليه يجي سهر عندي بالأوضة. طيب ماشي. وين رايح هلا انت؟ رايح مشوار. جيب لك معي فلافل؟ هلا المنيحة بدها سوا. ما بعرف جيب لك فلافل بتحبيها انت. جيب.
شوفوا الناس شوفوا. مرحبا خالي. أهلين. عندك أوضة للأجار؟ شو بتشتغل أنت؟ مبين عليك مقدر أكثر من اللازم. طالب أدب إنجليزي. تيسر خالتي تيسر تيسر، أنا ما عندي أوض للأجار. بس قالولي عمي روح الله يرضى عليك، نحن أدب العرب ما بنعرفه لحتى نعرف أدب الإنجليز. تشرب متين؟ بشرب. يا طعم رمى كربا ما بدك يا بردي بالله. قالت لي مشعبان إنك حابب تشوفني. إيه الحقيقة أنا لما شفتك عجبتني كتير وقلبي لهف لهف. الله يسلمك. ولذلك حابب أدخل معك رأسا بالموضوع. خير. موضوع شغل بفيدني وبفيدك وبعيشنا عيشة وزام. أوف شو هالشغل بقى؟ شغل حساس كتير. بوينك إذا كنت من الجماعة يلي بيكتموا السر بدنا نحكي، كنت من الجماعة يلي راسهم منخول وصدرهم غربال ولسانهم بسبع شطلات، منحط ملح على الجرح ومنسكوت. ولا يهمك عمين، صدري بير ماله قرار، بس حابب اعرف شنو الشغل بالاول حتى نقدر نتفق. شو بتشتغل انت؟ كل شيء. شلون يعني كل شيء؟ مثل ما عم بقول لك. بالعتمه ولا بالضو؟ شو قصدك؟ بالابيض ولا بالاسود؟ حسب السوق من السوق. لحالك ولا لك شركة؟ لحالي. لا اذا لك شركه قال لي من هلا حتى نصرف نظر عن الموضوع. ليه؟ لانه بيقولوا اجاك شريك اجاك معلم. الحقيقه انا مالي شريك بس الي معلم. تقدر تنسالي معلمك بهالموضوع اللي راح اقول لك عليه انا؟ سيدي مو خلاف ننسى. هلا طاب الكلام. شوف عميم، انا بشتغل تزوير عملي، العمله بزبوره بزبوره يعني، وعندي آلة مصممها وشاغلها بإيدي. هو الآلة شغالة ولا؟ شغالة. شو هالحكي؟ شو عم تمزح أبو طلعة؟ لا أبو طلعة عمره ما مزح وقت الجد. والآلة شغالة ولا؟ شغالة. هاي نتيجة شغلها. شو؟ رسمة 500. قديش بيطلعوا دول؟ ولا همك، بقدر طالع منهم كل يوم قد منهم على 10 مرات. عجيب، لا يمكن تفرق عن 500 الحقيقية ولا بشكل. عن جد هالشغل شغلك أبو طلعة؟ خبرة 15 سنة من العذاب والمرمطة وسجن التعذيب. سجنت عمين؟ يعني لا يخلو الأمر، نتيجة بعض الأخطاء، بس هلا تلافيت الأخطاء كلياتها. ماني مصدق عيوني. ليش؟ يعني واحد مثلك عنده الإمكانية المفروض يكون مليونير ساكن بقصر، مو شحات ساكن بزريبة مشعبان. لا تبلش بالغلط سيد حسن. شلون يعني؟ يعني أنا ما بحب المجازفة أبداً. يعني إذا حسوا علي عم أصرف وأتبهنك بينكشف أمري، بدهم يقولوا من أين له هذا؟ من أين له؟ بقى خلينا على ما نحن عليه أحسن. بعدين شو ناقصني أنا؟ ناقصني شيء؟ ناقصني عم باكل عم بشرب عايش عليه، شو ناقصني؟ ما بعرف يعني، اسمح لي أقول لك أنا مالي معك بنوم. لا لازم تكون معي يا سيد حسن، وإلا ما رح نتفق بنوم نحن. طيب شو المطلوب مني؟ مشكلتي تنحصر بالتوزيع، بدي منك تساعدني أنا. كيف؟ 500 ليرة كل يوم. 500 كل يوم، 500 من القطع المزيفة اللي عندي، تاخد 500 على السوق تصرفها قطع من أمات 100 ومن أمات 50، تاخد 250 ليرة لك برباح و 250 ليرة لي برباح، نص ونص يعني. كلام حلو كتير حلو كتير. شي بجنه، لا يمكن تفرق عن 500 الحقيقي. خبرة 15 سنة سيد حسان، بعدين بيني وبينك الورقة القديمة ما بتلفت نظر. فعلا فعلا قديمة كتير. أما الورقة الجديدة بتخلي الشبهات تعوم حواليك. وشلون هيك حتى صبتت معها؟ أنا اكتشفت مادة كيميائية بتخلي الحبر باهت فاهي وبتخلي الورق كاحت، وفوق منها اجتمعت بآلة بتطبع على العملة بقع بقع حتى تظهر كأنها فشاشة أو لطخ من كثر الاستعمال. اتفقنا؟ اتفقنا. عظيم، لكن خلي 500 ليرة معك وباشر شغلك. وهو كذلك.
بسيطة بس وينا؟ اوعى تقول لحدا، اوعى. تعرف ببو عينا؟ ببو عينا بتعرفه؟ لا تقول له. ولو لا توصي حريص، خاصة انه مصلحتنا مشتركة. يلا من هون لكان نعسلنا. يلا الله معك. وين هات مصاري؟ ايه هاي المصاري. الله معك عساري. بترجاك لا تزعل مني. قول ما بزعل انا. انت فنان حقيقي بس حضرتك غبي كتير. ليش عم تتلبك بصرف العمله انت؟ بالعكس بالعكس ابو طلعت، انا باكد لك اذا صرفنا باليوم الواحد 20,000 ليرة ما حدا بيحس علينا. بقى ليش ونصرف ال20,000 وبنجمع ثروه كبيره بدل ما نعل قلبنا 500 ورا 500؟ لا يا حبيبي، لا يا سيد حسان، هالغلطه هي بيوقع فيها كثير من الزملاء. شلون يعني؟ يعني كل يوم 500 ليرة ما بتلفت نظر وما بيظهر لها اثر بالسوق، اما الكميات الكبيره يدفع لها عتا، يدفع لها عتا اوام، وبتعمل تضخم باوراق 500 بعدين. وتساوي مين راح يشعر بهالشيء؟ لك لا تكون اهواج، مدراء البنوك والتجار عندهم حساسات هذولي. إيه لك كان بعدين خلينا يعني ساقي جاري ولمبه مقطوعه احلى. طيب خلينا نصرف 1,000 ليرة باليوم. بكفي 500، اسمع مني. وشكون ربك وعمده على النعمه اللي الله بعث لنا اياها؟ يعني احسن ما نصير انا وياك بالسجن، ها؟ ننتك بالقفص، مثل شايفه هذا ننتك بالقفص. ما بعرف، انت رجال خويف واقناع صعب. هالست سنين اللي قضيتهم انا بالسجن جوا علموني الحرص والحذر. طيب سؤال، ليش ما بتطلع ولا بتفوت؟ يعني ليش دافن حالك بالحياه؟ اطلع شم هوا سهر انبسط تفسح. الافقر منك عم يبسطوا حالهم. ما بدي. الاختلاط بالناس عاقبته وخيمة. بعدين يعني خرج بسط، انا ما صفي بالكرم اللي انحطاه. وطلع ولو سؤال بارد، وين قالت طبعا؟ يكا جوا ورا البرداية. بس وينها؟ لك ليشات معي انا، ما بورجيهم لك ببو عيني. يا قوم نعس التعبان، روح يا روح لاوضتك. بدك شيء؟ لا ما بدي شيء، سلم على ام شعبان تبعك. يلا يلا سلام. اهلين مشعبان. ناولني. تكرمي. وهي 1500 وهي 500 شهر لقدام. شايفه معك مصاري كتير، اعملهم شهرين. تكرمي. وهي شهرين. خاطرة ايه؟ جيب لي معك كيلو هريسة ما دقته السنة. ايه.
خلطك عن جابك. لك وين ربيبي؟ وين؟ ما عم تعطونا أمامنا شهر بيك؟ أيوه. شو في عندك أخبار؟ حاكم صنع ما نصرف عليكم بلا طعم يا ليام. أعطيتونا أوامر ونفذنا شهر بيك؟ يعني هالراتب اللي عم تاخذوه خسارة فيكم الحقيقة. حقيقة شهر بيك أنا. اسمع. اسمع شو بدي أقول لك. أنت مو شاطر غير بالحكي. مو شاطر غير بالحكي. ولك عم تنحبسوا من طالع. بتمضوا على شك بدون رصيد. مندبر لكم اياه. بتنكمشوا بسرقة منخلصكم مثل الشعرة من العجين. بيلقطوكم بتهريبة منخلي يلي لقطوكم يعتذروا لكم. شو بدكم أكثر من هيك؟ عم ندللكم على كفوف الراحات. عم نشقشل فيكم مثل الطفل الرضيع وآخرتها معكم لحمة. لك ثلاث أشهر، ثلاث أشهر ما دخل لصندوقي قرش. شو هاد؟ لحمة؟ ما عم تعطونا أوامر معلم. بالنسبة للتهريب هالشي عايد لكم ونحن ما علينا إلا التنفيذ. إيه ما كنا التهريب. الشهر الجاي في عملية كبيرة بس غير التهريب. شو عم يجيني منكم؟ شو زارع على أراضيكم فجل أنا؟ لك تغلغلوا بالناس، فوتوا طلعوا بطخوا، بس جيبوا لي مشاريع حتى أدرسها. حلمك علي معلم، جايك بالحكي. هات لشوف الشغلة يلي رح نكسب منها ملايين. عملية جديدة وغريبة من نوعها تماما معلم. شو هالحكي؟ شو هي بقى؟ تزوير. تزوير العملة معلم. ها شلون بقى؟ اسمع، أعوذ بالله، ما في عندي ضيوف عندي أنا. شغل معنا شغل. لو أنت شغل. شغل على حكي هلا. أعطوني شنطة، أعطوني شنطة تبعي. مين ده شوفني؟ شغل. المعلم الكبير عاوز أخشى. كده من المعلم الكبير. بلا نعرف. على مهلك ما ينكسر. محدود الحيل يا شباب. لا تريحوا أنت ويا شباب دايق فيني. لا تريحوا على عصا. أنتوا شباب أنا حيلي محدود ما بدي هون. بس انا ما قلت لكم لا تزعجوا. قليل ابو طلعت. شوف حبيبي، هاي المطبعه صارت عنا وهي الورق والحبر صاروا جاهزين. صفي شغله واحده بس. إذا مشان طريقة هذا العفريت بيعرف طريقة، لأني لما كنت أنا أشتغل يعني كان واقف فوق راسي ما شافني يعني. يعني ها بيعرف شادي الوادي يدخ. لا انا ما قلت لك لا تضرب ابو عينها. لما ابو عينك قاعدين له يخرب بيتك. شو بستعد هيك بتشتغل هيك؟ 5000 5000 5000 5000 كينا يعني. اي شغله، اي شغله بسيطه معلم. اترك علي. ايش هو مفتكرني اجدر ولا لا؟ ما اجدر. بدي ايش اجدر؟ ما في اجدر. وين الكليشة؟ ما في كليشة. كليشة منهم؟ الكليشة جبتهم انا. هم اللي جابوه؟ ما بعرف انا شو عرفني. فتشو يلا على هيك على هيك على هيك. بتكاكل انا ولا لك؟ انا موسوس بتكاكل. تكتك 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 قول له حسان ده قول له ان شاء الله. لك تكتك تكتك يا شباب تكتك. اتركوه اتركوه. تكتك 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 عبدا. ما معه شي معلم. وين الكليشات يا ابو طلعات؟ شو وين الكليشات يا معلم؟ الله يخلي لنا اياك. يعني معقول احملهم انا واتفتل فيهم واعطيك اياهم على بايد الماء؟ جنى العمر كله حاطه بين اقتلاعنا. عم اقول لك هات الكليشات احسن ما ناخذهم منك بالزور ورجلك على رقبتك. يعني لو طالعتوا لي روحي من صدري ما بعطيكم اياه. شو الحكي هذا؟ مالي واسمعني لك شو الحكي يا جماعه؟ شو الحكي عسال؟ على ما بنختلف مع بعضنا. انت اعطينا الكليشات وما بتكون الا رضيان. وشلون بدي ارضى يعني؟ وقديش بدك حقهم؟ بكفي مليون ليره؟ شو مليون ليره؟ عم تمزحوا شايبه؟ عم تمزحوا عم تمزحوا اكيد عم تمزحوا انتوا. لا ما عم بمزح.
أنا لو بدي بجمع وحدي طالع المبلغ ما يتحزى طالعوا. طيب مليون ونص. طيب معلم ليش ما بنتشارك أنا وياك دفعة وحدي؟ أنت بتشتغل على نطاق ضيق وأنا بدي أتوسع بالعملية على نطاق دولي. لا تغلط معلم لا تغلط، هالغلطة بيوقع فيها الكثير من الزملاء يلي صنعته الزرعة الملعونة، لأنه الربح سريع يعني بيلفت نظر شو العكي ما بيلفت نظر شو تحسر. هلا اتركنا من آرائك الخنفشارية، أنا بعرف شغلي منيح. اه وأنا ما بقدر كمان بيعك الاختراع تبعي بمليون ونص، ما بقدر شو العكي، ظلم هذا تجرموني. مليونين ماشي؟ لا إذا كانوا لسبة 3 ملايين ومية ومية ألف. دفعت 3 ملايين و100 ألف وخذ لك نشا. وينك يا شباب؟ تامرهم بمحل ما بيعرفوا إلا الجن الأزرق وأنا. طيب على عين 3 و100 كاش محلي كاش تكرم عينك يا عظيم. هلا أنت عيني جهزوا لي مصاري لكام يا حسام؟ جهز لي مصاري بس على شرط. شو هو؟ بروح معك شخصيا وبشوفك منين بدك تجيبه. ما في ماي عندي أنا. أعطيني ترنشكوت يا حسام. ما في داعي لترنشكوت، المحل قريب كتير شايل بيك. ليك معنا فضى شاهبي، يعني لو باقي بهالعمر ما يؤسف عليه، صدقني ما بيع اختلاعي انا ولا بخمسين مليون ليرة، بس حاشي شنطته خلي غيري شم ريحة باطو. يخرب بيته وبيتي مخبية كمان. الحرامي بينام على اسطوح المخفر، خبرة 15 سنة شاهبي. فظيع انت، اعطيه مصرياته يا حسان. اللهم زيد وبارك، بس وقت كأني شايف الحمل قليل والوزن خفيف. هدول مليونين، حاشتك مليونين. ايه لا شاهبك ما هيك ارتفاع، شو رايك يا ده؟ كل هوا وخدن وتيسر وحميد ربك اللي حصلت على هيك مبلغ. خلاص ابو طلعت شهر بيك بحياته بتكرم هالكرم كله. حسن الهي الهي انت ربي وشاهي، عذبني اياك الهي، كل البلاوي منك انت، فهمت؟ عليك يا حسان هي العملية المضبوطة. يلا حط الكليشة وورجيني طريقة العمل لشوف. حاضر معلم. قبل كل شيء لما نطبع كمية كبيرة بناخذ الحبر بنزيد له 5 معالق ملح ومعلقتين كربون مشان ما نغير اللون. هي الحبر تفضل. شو ها؟ شو الورقة هاي؟ عزيزي شاهبك، كانت الأوراق يلي بين إيدين حسان والتي كان يصرفها من السوق حقيقية غير مزيفة، وأنا بعمري ما اشتغلت بتزوير العملة، الشغلة كلها طعم حتى ألدع من جنابكم مبلغ أمن مستقبلي في شاهر بيك. المخلص لكم الاسم الحركي أبو طلعت على فيه. شوفوا الناس شوفوا.